امبارح في المؤتمر الصحفي لماتش بيراميدز وفيوتشر في تصريح خرج من مدرب بيراميدز. تصريح خرج من مدرب بيراميدز، التصريح ده اللي عايز يسمعه يرجع للفيديو ويسمع مدرب بيراميدز قال ايه على الصحافة. قال ايه على الصحافة المصرية؟ وجه كلام مسيء جدا للإعلام وللصحافة المصرية. الكلام ده لو كان خرج من أي فرد بينتمي لمنظومة الكرة في النادي الأهلي كانت الدنيا اتقلبت. لكن التصريح مر مرور الكرام، محدش وقف عنده، محدش علق عليه، محدش ناقشه، محدش قال حتى ايه الكلام اللي بيتقال ده. فكرة ان صحفي يسأل مدرب ايا كان طبيعة السؤال، ورغم ان السؤال سؤال منطقي، خسارة فريق، نتائج متراجعة، بيقول له هل الخسارة ممكن تكون سبب في توجيه الشكر او الإقالة؟ سؤال منطقي، ويا ما تسأل لمدربين في الأهلي في عصور سابقة كتيرة جدا. توجه للاسارتي، وتوجه في اوقات معينة لفايلر، وتوجه لمارسيل كولر في فترة من الفترات، لكن الردود كانت دايما بتبقى ردود موضوعية في سياق المباراة. ولكن انك تصف الصحافة او الاعلام في سياق غير مهني ده امر غير مقبول. ولكن لو الامر ده كان بيتعلق بمدرب الاهلي والله العظيم كانت الدنيا قامت ما قعدتش على الكلام اللي اتقال امبارح، ومحدش واخد باله وعامل نفسه مش شايف ايه اللي اتقال. انا كراجل صحفي كنت غيور على المهنة، وامبارح بسمع الرد حتى اندهشت من السؤال اللي اتسأل، وان اللي سأل السؤال معقبش حتى على الكلام اللي اتقال، او المؤتمر الصحفي مر مرور الكرام، ما ينفعش يتقال. انا مش هينفع اقول الكلام اللي اتقال، ان الكلام اللي اتقال ما ينفعش اردده، ولكن اتسمع والناس كلها عبر شاشات التلفزيون سمعت ايه الكلام اللي اتقال. ولكن الكلام يعني انا بصراحه لو الكلام ده اتقال من مدرب الاهلي مارسيل كولر والله العظيم ما كانش عدى، كان الموضوع وصل لمدى يعني لا تتخيلوه. ولكن انا بصفتي صحفي واعلامي الكلام اللي اتقال امبارح ده كلام يعني غير مقبول في حق الاعلام او في حق الصحافه، ان يتم وصف سؤال صحفي او صحفي بامر له علاقه بانديه تانية وسؤال مش عارف ايه. كلمه انا مش عايز اقول على الهوا، اللي عايز يسمع يتقال ايه يروح يسمع الفيديو يتقال ايه بصراحه. ولكن ده لو اتقال من مدرب الاهلي كانش عدت، ما كانتش عدت، وكانت اتفتحت مساحات واتفتحت برامج، وكان الكلام كله على كلام مدرب فريق بيراميدز اللي خسر امبارح من فيوتشر.